كنا عايزين نعرف ايه الهدف النهارده من مؤتمر اتحاد الرياضي للجامعات. هو طبعا اول هدف اللي هو انعقاد مجلس الاداره بعد تشكيله بعد صدور القرار الوزاري بتشكيله الجديد بحضور الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالي الحقيقه والاستاذ الدكتور امين المجلس الاعلى للجامعات وجميع اعضاء مجلس الاداره تقريبا، والاعلان عن الاجنده السنويه بالنسبه لاعمال الاتحاد خلال العام القادم. وأعمال الاتحاد إن شاء الله تتضمن أنشطة بتنفذ على المستوى المحلي وأخرى على المستوى العربي والإقليمي والقاري والعالمي. من أبرز هذه الأنشطة اللي هو دورة جامعات دول حوض وادي النيل، ودي دورة مستحدثة أسندت إلى جامعة المنصورة، هيشارك فيها إن شاء الله 12 دولة موجودة على حوض وادي النيل وفي حوالي 7 ألعاب. وإن شاء الله الميعاد المبدئي اللي تم تحديده لهذه الدورة هو فبراير 2014 خلال عطلة نصف السنة إن شاء الله. أيضا عندنا تنفيذ دورة الشهيد الرفاعي، ودي فيها حوالي 34 لعبة بنين وبنات لكل الجامعات المصرية. وعايز أنوه أن احنا الاتحاد أعضاء الاتحاد ليس فقط الجامعات الحكومية، ولكن الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والمعاهد العليا وجامعة الأزهر وكلية الشرطة وكلية الحربية، كل التعليم الجامعي في جميع الهيئات والمؤسسات المصرية أعضاء عندنا في الاتحاد المصري وبيتمتعوا بالأنشطة اللي بيقدمها الاتحاد. إن شاء الله عندنا أيضا اللي هو الأنشطة الساحلية، أن احنا بنقيم أنشطة في الجامعات اللي هي على السواحل زي جامعة اسكندرية، جامعة قناة السويس، وأيضا الجامعات اللي هي يعني عندنا مهرجان الطائرات الورقية ده بيتعمل على بحيرة قارون واتعمل على المستوى المحلي ثم انتقل إلى المستوى العربي وأصبح دلوقتي بيتعمل على المستوى العالمي، من المهرجانات اللي ناجحة جدا بالنسبة للاتحاد. كل هذه الأنشطة وغيرها طبعا النهاردة هيتم عرضها في مجلس الإدارة، ولو ربنا أكرمنا ومجلس الإدارة وافق إن شاء الله هننطلق على طول، وأول إيفنت هيتعمل إن شاء الله يوم 29 في المدينة اللي هي القرية الأولمبية في الإسماعيلية، اللي هي نهائيات دورة الشهيد الرفاعي ونهائيات دورة القطاع بحضور الوزراء الأربعة اللي معنين بالرياضة المصرية. حضور دكتور حسام عيسى النهارده المؤتمر دليل على دعم الدوله للاتحاد الرياضي للجامعات. نعم ايه يعني ازاي الدوله بتدعم الاتحاد الرياضي للجامعات؟ الحقيقه متحمس جدا، يعني الدعم الادبي والمعنوي هو الدعم الاهم في الفتره اللي احنا بنعيشها دلوقتي، وبناء عليه احنا الحقيقه يعني عندنا ميزه في الاتحاد بتاعنا ان احنا لنا موارد كثيره جدا كلها بتعتمد على التمويل الذاتي. يعني معظم الأنشطة بتاعتها مدعومة من رعاة، مدعومة من هيئات بتدعم الاتحاد، بحيث ان احنا بنغطي نفسنا ماديا في هذه العملية ولا نمثل عبء كبير على وزارة التعليم العالي، وان كان برضو بناخد من وزارة التعليم العالي في كثير من المواقف. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا لا ننتظر فقط الدعم الحكومي، ولكن بنسعى ايضا الى وجود رعاة عشان نخفف على كاهل الدولة في إطار الفترة الزمنية والظروف الحرجة اللي مصر بتمر بها حاليا. هل الاتحاد الرياضي للجامعات قادر على المزيد من البطولات والميداليات في خلال الفترة القادمة؟ احنا عارفين الاتحاد الرياضي للجامعات حقق العديد من البطولات والميداليات اللي شرفت مصر في الفترة السابقة. انا بعتقد ان احنا قادرين على هذا، وبعتقد ان احنا لابد ان احنا نبذل كل الجهد لتنفيذ هذه الخطة، لأننا في أشد الحاجة إليها دلوقتي، ولو كنا احنا عملناها قبل كده وكان هناك حاجة ليها، هذه الحاجة تطورت الآن وأصبحت ملحة. فهو التحدي الكبير ان احنا ننفذ هذه الأنشطة في ظل الظروف اللي بتعيشها بلدنا والظروف اللي بتعيشها الجامعات المصرية حاليا.